هنكتب عبارة خفيفة، اختر من الأصحاب الأخيار في الدنيا من تود مجاورتهم في الجنة أو في الآخرة. اختر حافظ على القواعد، الرقى يقبل التركيب، يعني ممكن الألف تبقى فوق النون، الأخياري في الدنيا من تود من وصلنا نازلة
هنلاحظ برضو للتمرين لجميع الحركات الرأسية إذا اتبعنا نظام الكتابة هتبقى جميلة، اتبع نظام جمال. حركات الأفقية ما إلى الأسفل زي ما اتفقنا برضو بتعطي نظام، حركات أفقية وما إلى الأسفل قليلا ومتوازية في نفس الوقت، كل هذه الحركة كأننا نزيل من حضر كده، بيبقى فيه نظام واتساق في الكتابة.